النجم السوري قصي خولي بيلعب بطولة مسلسل جديد اسمه بنت الشهبندر، وبيصور حاليا في لبنان، وبيشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم سوريا ولبنان، منهم سلافة معمار وديما الجندي، ومن إخراج سيف الدين سباعي. كاميرا عرب وود سافرت لبنان وحضر كواليس المسلسل، تعالوا نشوفها دلوقتي. النجم قصي خولي تألق في عدد كبير من الأدوار، آخرها مسلسل سرايا عابدين مع النجمة يسرى وغادة عادل. قصي كان ليه حوار مع أربود، كلمنا عن دوره في بنت الشهبندر وطبيعة المسلسل وتعاونه مع المنتج مفيد الرفاعي والمخرج سيف السباعي. المسلسل اسمه بنت الشهبندر، بيحكي عن البيئة الشامية اللي ما هي عن الشام، اللي هي عن بلاد الشام، اللي هي بتتناسب مع لبنان وسوريا وفلسطين، يعني بهي الفترة اللي كانوا لسه يعني يعتبروا دولة واحدة. العمل فيه مسج حلو كتير، أنا برأيي هو له علاقة بالحب والسلام والأمان والعلاقات الطيبة اللي كانت تجمع الناس مع بعض. العمل يعني فعلا عمل إن شاء الله حيكون هيك جميل وظريف وجديد، وفي نجوم كبار من لبنان ومن سوريا، وإخراج أستاذ سيف سبيعي والنص لأستاذ زوزان عكم. قصي في بنت الشهبندر بيقوم بدور فتوة، وبالنسبة له تحدي كبير لأن الشخصية مختلفة تماماً عن الدور الخديوي في مسلسل سرايا عابدين واللي ارتبط بيه الناس. قصي كلمنا عن الاختلاف ما بين سرايا عابدين وبنت الشهبندر، تعالوا نشوف قال إيه. المسج اللي عم تقدمها شخصية راغب هي شيء له علاقة بالفتوة والزقرتية، وشيء له علاقة بالأصل والنبالة والحفاظ على البيت وعلى الحارة وحفاظ على السر، وأنه أحيان الحب يعني ما شرط يتكلل بالنجاح، بس هو بجانبه الآخر ناجح لأنه هو ظل تحت إطار الحرص على سمعة أخوه أو أبوه أو عيلته أو الحبيبة اللي كان يحبه وكذا. فبعتقد في مجموعة مسجات عم توجه من خلال المسلسل، اللي أنا إن شاء الله بتمنى أنه يحظى بمتابعة خلال شهر رمضان الكريم، لأنه حقيقة هو مختلف بكل شيء، حتى على صعيد المكان والأزياء، وحتى على صعيد حركة الكاميرا والصورة وإلى آخره. عم نحاول أو عم يحاول الأساتذة إنه نكون قريبين حقيقة من الناس بجو جديد. يعني حصار الوسامة في الأدوار بالنسبة لقصي خولي مرفوض، عشان كده بيختار أدوار تبعده تماما عن منطقة البطل الوسيم، وده اللي أكده لنا بنفسه. أنا عم دور على شيء، أنا هلأ عم دور بعد هذا العمل على شيء له علاقة يعني قدمني بشكل بعيد عن الشيء العالم مثلا حبته، أو يعني اللي فترة عم بطلع فيه. هلأ بعد سرايا عابدين هذا العمل عمليا مختلف شوي عن سرايا عابدين، يعني ما بعرف إن شاء الله. أنا عم يعني أنا بدي أطلع بشخصية هيك يكون فيها شيء على صعيد الشكل أو يعني كاركتر ما، يعني إن شاء الله. عرب وود كان ليه لقاء كمان مع المخرج سيف الدين السباعي، مخرج بنت الشهبندر، وكلمنا عن ظروف العمل وليه واثق انه اكيد هينجح ويكون عمل جماهيري. اذا بدنا نسميه اجتماعي بطبيعه تاريخيه شوي، يعني لانه بتجي احداثه بنهايه القرن التاسع عشر بولايه بيروت اللي كانت تحت الاحتلال العثماني، يعني او ضمن الدوله العثمانيه. وهو عبارة عن قصص حب يعني تجري في حارة بيروتية قديمة، وفيها هذا التنوع من السكان اللي عايشين فيه، اللي كانت بيروت دائما مشهورة فيه. بحس انه هو رح يكون مسلسل جماهيري لانه فيه كل المواصفات اللي الجماهير بتحبها من حالات الشهامة والمروءة وقصص الحب والالتزام إلى آخره من هاي القصص. الفنان محمد رمضان اتسبب في زحام شديد جدا يوم الندوة اللي أقامها معرض الكتاب لمسلسل ابن حلال، والسبب أن الجمهور اندفع ناحيته وكان بينادي باسم حبيشة، وده اسم الشخصية اللي جسدها في المسلسل، لدرجة أن الأمن تدخل لفض الزحام. كاميرا عرب وود كانت موجودة في ندوة المسلسل واللي حضرها محمد رمضان وحسام داغر والمؤلف حسان دهشان، تعالوا نشوف جزء من الندوة.
عشان بس افضل محافظ على ثقتكم فيا وافضل اكون عند حسن ظنكم. وعايز اوضح حاجه بس دكتور اسف، ان القيمه اللي بتفضل، يعني في ممثلين كتير جدا عملت فلوس وتجرت بالجمهور وبتاع، ولكن اول ناس لفت له ظهرها هم الجمهور. القيمه هي اللي بتعيش، وسمعنا عن ممثلين كتير جدا ماتوا فقراء، بس انتوا كلكم بتحبوهم وعايشين جواكم وبتحترموهم لما بتشوفوهم. انا نفسي ابقى من الناس اللي انتوا بتحترموهم دول. شد اجزاء فيلم جديد بيحضر له محمد رمضان بيتمرد فيه على ادوار الاجرام واللون الشعبي، وبيجسد في الفيلم دور ضابط شرطه. رمضان اكد انه بيطالب بعوده الشرطه وهيبتها مره تانية من خلال الفيلم، لان الشرطه فقدت بارقه. يلا نشوف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. انا يعني نفسي اعمل فيلم شخصيه ضابط شرطه واتكلم عن ليه دلوقتي الاطفال ما بقتش تلبس بدله ضابط زي زمان. قلت له انا صغير كانوا اصحابي بيلبسوا بدله الضابط وفي العيد وبنبقى فرحانين. السؤال فعلا مهم جدا، ان هل البدله دي فقدت هيبتها، ولا هل في حد حاول يشوه صوره الـ 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 الوزاره المهمه دي، اللي هي يعني الوزاره البدله تحترم حتى لو حد لبسها سوى، يعني ممكن يبقى اللي قلب البدله حد لبس البدله دي قبل كده، ولكن تظل وزاره الداخليه تحترم حتى مهما كان مين القائمين عليها، بس لازم تحترم ولازم اطفالنا ترجع تلبس بدله الضابط ده. وفي اخر الندوه رفض الجمهور انه يمشي الا لما محمد رمضان يقوم بتقليد شخصيه الرئيس السادات. تعالوا نشوف عمل ايه مع الجمهور. بسم الله. حدث بسيط في الزاويه الحمراء، غسيل في بلكونه مواطن. نقط على غسيل في بلكونه المواطن اللي تحتيه، ولسوء الحظ ان كان في اختلاف في الاديان. دينا تطلقوا في النار ويستخدموا الشباب الصاعد وقودا لهذه النار. انا بحذرهم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.